ازاي انشر فيديو في تطبيق البنترست؟ ده موضوع حلقتنا النهاردة، فتابع معايا الفيديو للنهاية. السلام عليكم، اهلا بكم في قناة ياسمين عاشور. النهاردة كده هقولك ازاي ننشر فيديو في تطبيق البنترست، بس يا ريت قبل ما ابدأ شرح النهاردة تعملي لايك للفيديو ده، ولو اول مرة تشوف القناة تعملي اشتراك في القناة، وطبعا الفيديو ده طلب مني. يلا بينا نروح على البنترست، وطبعا هكون انا مجهزة الفيديو بتاعي وببدأ ان انا ادخل على التطبيق بالشكل ده. ببدأ اضغط على علامة الزائد، ومن علامة الزائد بختار منشور الفكرة وبضغط عليه بالشكل ده كده. هيجيلك كل المقاطع والكل والصور، فببدأ ان انا اضغط. طبعا لو عاوزة بقى انزل صورة او فيديو او كده، فعندنا هنا الفيديو، ببدأ ان انا اضغط على الفيديو اللي انا عاوزاه وبالضغط على كلمة التالي. طيب لو انا جيت اضغط دلوقتي على الفيديو اللي انا عاوزاه وقال لي مثلا ان العرض ما ينفعش او الطول ما ينفعش، بدخله في تطبيق مونتاج انا بستخدمه وبعمل العرض او الابعاد بتاعة التيك توك عادي، مفيش اي مشكلة. ببدأ اضيف اعدادات للفيديو من هنا، بضيف بقى نص او موسيقى او بعمل ملصق او برسم على الصورة، او انا عايزة اخفي جزء من الصورة ببدأ ان انا ارسم عليه كده، او بظبط المقاس من هنا. ببدا ان انا اخلص اللي انا عاوزاه في الفيديو وبضغط على كلمه التالي. هنا طبعا بيقول لك كتابه عنوان، مثلا حل مشاكل الفيسبوك مثلا، تمام. ببدا ان انا اضيف هنا لو انت بتتكلم او بتتكلمي على اكل او كده او طبخ، بتبداي تضيفي طبعا المكونات بتاعتك. عايزه تضيفي اي ملاحظات بتضيفيها، عايزه تضيفي روابط بتضيفي روابط، عايزه طبعا دي بقى الاعدادات اللي خاصه بيكي انت. فطبعا هنا الموضوعات المتعلقه بالعلامات، العلامات، وهنا الاعدادات المتقدمه. بتبدا ان انت تشوف الاعدادات بتاعتك ايه بتاعت الفيديو. ببدا ان انا اضغط على كلمه نشر، بيتنشر معاك، بيقول لك جالي نشر المنشور، وبتلاقيه موجود عندك في الصفحه الشخصيه زي ما انت شايف، وبيحمل معايا اهو. خلص تحميل وارجع لك تاني. هنا بقى لو دخلت على الملف الشخصي بتاعك بتلاقي المنشور بتاعك موجود اهو، اي حاجة انت بتنشرها بتلاقيها موجودة هنا وبس كده. عندك اي سؤال او استفسار اكتب لي في التعليقات، انا برد على كل التعليقات. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.